كنا قلنا في المقدمة عن قصة أحمد ياسر ريان، وقلت لكم إن أنا كنت اتكلمت مع مصدر مسؤول من نادي سيراميكا، لكن جميل إن يبقى معانا مدير الكرة بنادي سيراميكا كابتن معتز البطاوي. كابتن معتز، مساء الفل عليك. مساء الهنا كابتن شوير، ازيك؟ أخبارك إيه؟ طمني عليك وطمني على الإقامة في الإمارات، شكلها عاملة إزاي والأجواء اللي أنتوا عايشين فيها، خاصة إن أنتوا أول فريق يعني سافر إلى الإمارات ولعبتوا مباراة ودية مع الوحدة. هل لعبتوا مباريات تانية؟ اكتفيتوا بالمباراة دي؟ الشكل العام للمعسكر عامل إزاي؟ والله الحمد لله احنا فعلا وصلنا وعندنا تمرين كل يوم تقريبا، والإقامة الحمد لله جيدة جدا، وبنشكر طبعا الإمارات الشقيقة، دولة الإمارات الشقيقة، نعم، ومجلس أبو ظبي الرياضي الحقيقة والشركة المتحدة في تواصلهم باستمرار معانا في كل صغيرة وكبيرة الحقيقة. نعم. وطبعا مش هنخفيك يعني سر ان احنا اكيد بنبقى مبسوطين جدا طبعا في وجودنا في بطوله كبيره زي دي، بتضم يعني اكبر 4 انديه في مصر، فبالتالي نعم. ان شاء الله باذن الله تبقى بطوله جيده جدا ونطلع بشكل كويس يرضي المصريين ويرضي جميع الناس اللي شغالين في الرياضه المصريه بشكل عام. لعبت حاجه غير مباراه الوحده ولا اكتفيتوا بمباراه الوحده يا معتز؟ لا اكتفينا بيها. اكتفيتوا الموسم اللي فات الاهلي فاز في الوقت بدل الضايع في مباراه كانت شديده التكافؤ بين الاهلي وسيراميكا، هل نتوقع مباراه بنفس النديه هذا الموسم؟ والله اتمنى يا كابتن شوبير طبعا ان هي تبقى مباراه نديه ومباراه جميله يستمتع بها الجمهور. نعم. هنا في مصر في الامارات وجمهور الكره المصري كمان، واعتقد كعاده مباريات سيراميكا كليوباترا مع النادي الاهلي دايما نعم. بتبقى مباريات قويه. بس يعني المره دي تحديدا يمكن المباراه صعبه جدا. اعتقد النادي الاهلي حاج عوض خسارته من السوبر الافريقي، واحنا بالنسبه لنا استعداد اكيد هيبقى جيد جدا لبطوله الدوري او الموسم الجديد. يمكن احنا مش جاهزين او مش كاملين الجاهزيه زي النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي بيراميدز، لان هم كانوا بيشاركوا في افريقيا ومباريات افريقيا. يمكن احنا المباراه يمكن الوحيده زي ما حضرتك قلت اللي لعبناها بشكل قوي خلال الفتره اللي فاتت، وده من نهايه الموسم، فممكن تكون الامور متصعبه علينا اكتر. ممكن يكون عندنا بعض الصفقات اللي لسه ما دخلتش الاجواء معانا وما فيش انسجام بشكل كبير، فالحاجات دي كلها ممكن تبقى عائق شويه ان يعني المباراه تبقى سهل علينا. بالعكس المباراه دايما صعبه على النادي الاهلي، صعبه على الفرقتين بكل تاكيد يعني. اكيد. طيب خليني اسالك عن ما تردد حول موضوع احمد ياسر ريان، اتفضل قول اللي انت عايزه. لا والحقيقه انا امبارح سمعت تصريح من الكابتن ياسر ريان ان احمد وقع لنادي الزمالك في فتره من الفترات اللي هو كان بالفعل متعاقد فيها مع نادي سيراميكا كليوباترا. نعم. اللي انا عايز اوضحه بس ان يعني نادي الزمالك لما عرض شراء احمد ياسر ريان، الكلام ده كان اخر مره تقريبا في يناير الماضي. نعم. ما حصلش اي تواصل ما بيننا وما بين اداره نادي الزمالك خاصه باحمد ياسر ريان خلال الانتقالات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. نعم. ده رقم واحد. رقم اتنين، الحاجه اللي انا عايز اوضحها ان احنا في سياسه في مجلس اداره نادي سيراميكا كليوباترا، ويمكن دي ما تبقاش مكتوبه في عقود او موجوده في حاجه، يعني سياسه قاطعه بالنسبه لمجلس اداره نادي سيراميكا ان اي لاعب جاي من نادي الزمالك ما يروحش النادي الاهلي، اي لاعب جاي بينه من النادي الاهلي ما يروحش النادي الزمالك. وده بشكل واضح يعني. نعم. ده على الرغم كمان زي ما بقول لك ان كمان ما فيش اي تفاوض حصل مع نادي الزمالك، لكن ده سياسه او عرف عندكم. او عرف موجود عندنا. نعم. بالظبط كده. وبالتالي انت بتنفي هذا الامر جمله وتفصيلا، بتشتغله بشكل احترافي لكنه هناك نوع من انواع يعني تقول الاحترام للجميع يعني. اكيد احنا زي ما قلت لحضرتك يمكن قبل كده وباكد عليها ان احنا على مسافه واحده من جميع الانديه في مصر. صحيح. نادي الاهلي ونادي الزمالك وجميع انديه مصر بنتشرف بالتعامل معاهم دايما، ويمكن عايز اكد على بعض الحاجات. نعم. ان احنا كمان نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت يمكن على السوشيال ميديا او بنسمع دايما حاجات كتير، يمكن حضرتك عارف وقريب شويه كنت قريب مننا شويه ان نعم. مجلس اداره نادي سيراميكا كليوباترا مش متابع جيد للسوشيال ميديا او للاخبار. نعم. دي بصفه عامه، يمكن انا ممكن اكون اكثر منهم طبعا. شغلتك بقى شغلتك تمدير الكوره يعني. اه
ولكن عايز اقول لك نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت طلعت اخبار كتيره جدا، الله اعلم بقى منين بالظبط، ان الزمالك عاوز صبيق وسيراميكا رفض، الزمالك عاوز وبيكهام كمان وبيكهام وسيراميكا. اللي انا عايز اكد عليه ان بالفعل نادي سيراميكا على مسافه واحده من جميع الانديه، نادي سيراميكا لما بيبقى ما فيش مشكله بالنسبه له فنيا في ان هو يستغنى عن لاعب عمره ما هيتاخر، بل بالعكس احنا دايما بندور على مصلحتنا. نادي الزمالك لما طلب مننا صديق جولة كان الرد واضح وصريح ان احنا بالفعل ابرمنا الاتفاق مع نادي بيراميدز، نعم، وكانت في الردود الاخيره، والكلام ده كان في شهر 7. نعم. بالتالي ما كانش ينفع خالص ان انا اخلف وعدي مع نادي بيراميدز واوجه اللاعب لمكان تاني، خاصه ان العرض بالنسبه لنا كان عرض كويس جدا، وكان في تبادل للعيبه جيده جدا احنا كنا محتاجينها، والكابتن ايمن الرمادي كان محتاجها بالاسم يعني. احمد رمضان بيكهام نفس القصه، ما كانش في اي عروض ولا وصلنا لمرحله التفاوض اصلا، لان زي ما قلت لك السياسه اللي احنا ماشيين عليها. كذلك قلاوه ما فيش خالص اي حد مسؤول من نادي الزمالك اتكلم تماما عن قلاوه خلال نفس، واعتقد ان خلاص بالنسبه لنا كمان الموضوع ده اتقفل، لان خلاص احنا قفلنا على فرقتنا وبادئين الموسم، فما اعتقدش ان هيحصل فيه اي تفاوض في اي حاجه خلال الفتره اللي جايه. هتمنى لك التوفيق في كل مباراتك ما عدا النادي الاهلي بس يا معتز. شكرا يا كابتن كويس، ان شاء الله باذن الله يعني يبقى مباراه جيده كل يستمتع بيها، والافضل في الملعب هو اللي ان شاء الله. حبيبي يا معتز، انت اداره محترمه، الحاج محمد ابو العينين، استاذ طارق ابو العينين، حضرتك كابتن ايمن الرمادي على راس الجهاز الفني، بصراحه ناس شديدي الاحترام، بشكرك شكرا جزيلا. معتز البطاوي مدير الكوره بنادي سيراميكا كليوباترا.